كل 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 حل عينيك انت صايم بس دير بعد المغرب فطرتينا صاحبي وي الله يجيك بعد المغرب ادك مازال بعد المغرب بعد المغرب ولا مازال مازال هاكا ما يمكنش يا الله غنزين زوم ويدا راه حرام ما واش هادشي اللي درتي دابا مثلتي معايا فيه لا حلف بالله قدام والله ما مثلت كل عسي انا زيد صلي السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فطوري مع ولاد بلادي الموسم الثاني. كما كتشوفوا اخوتي انا في مدينه ورزازات ومورايا كاينه قصبه تاوريت. خوتي حنا طرنا المغرب كامل، وصلنا حتى ورزازات ومعروض عند بزاف العائلات، والقرعه طاحت في واحد السيد سميتو بدر. عارض عليا عند والديه، انا ما عرفتش شكون هذا بدر، ما عمري شفتو، ما عمري شفت والديه. المهم غادي انا ما عرفت فين غادي، المهم غنمشي غنفطر معاه غنحمقو غنقلب ليه هذا هنايا. يلا معنا وصلنا دابا لوكاليزاسيون ديال السيد اللي عرض عليا السيد بدر في مدينه ورزازات. خوتي انا غادي ما عارفش عند من غادي، انا معروض عرض عليا الفطور ما طاحت فيه القرعه في مدينه ورزازات. انا غنمشي عندو اخوتي، نتمنى هذه الحلقه تدوز كما كيقولوا ناس ورزازات سلامات، ونحمقو هو وعائلته. انا غنصيفط له لوكاليزاسيون، انا وصلت انا عيط لي قدامكم وغنمشيو عندو دابا نفطروا معاه. وخوتي راكم عارفين نحمقو نسطيو ليبنوز لا ماجي ما نهصون عليه دابا. راه اذن دابا واحد جوج دقائق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيداير خويا بخير؟ بخير عني بخير. معك سوسام، انا وصلت لوكاليزاسيون. مرحبا خويا. الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا. مبخوتي هاد الحلقة غدا. هاو هاو السلام عليكم. هانيا بخير بدر؟ بخير بدر. الله يحفظك. نحفظك سي عم بركات. الله يحفظك. نحفظك. هو السي بدر مدينة ورزازات. نحفظك. شوي انت رأي ربك شوي. ها؟ أنا؟ قربوا لي يا أخي. قربوا لعبة. يلا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. زيد والد العائله كامله، العم العم مرت العم مرت العم كلشي ما شاء الله. راه يا خوتي واحد الخوات ري معطفي مشى وما قعدوا خوتي ما شاء الله. بداو الخوت بدا شكون اللي نعسوا الاول؟ نعس لي هذيك راهي كلشي ان شاء الله. مرحبا بك. مرحبا بك اخويا. السلام عليكم بدر. السلام. بخيرين؟ بخير الله يبارك فيك. سلام عليك. يا بسم الله. لا حياتي. حياتي شنو؟ خذ خذ. قدامي كل شيء، ما كنحشمش أنايا. بسم الله. قبل علينا مرحبا بك. الله يحفظكم، شكرا. أنتم بير من ورزازات. ها؟ مخلطين. مخلطين. باش مخلطين؟ علي من كازا، علي من.
سراغنا دوك كبرت من اصل فورزازات فورزازات وانا راه عندي ذكريات فورزازات حيت عشت فورزازات راه قريت تحضيري والثاني هنا هي والله فين هنا مدرسه النجاح النجاح هنا يكون راه شفتيني وانا فيها ولكن انت شكون صغر مني انا راه انا 2006 ولا 2005 ولا يلاه بديت انا تبارك الله تبارك الله يلا ولا الناس وزاج معروفين بالسينما ايه كي تاخد الكوستيم ديال العزه علاش قدام السينما اش كدير في السينما انا شاف كوستيم شاف كوستيمي ما شاء الله وكي جاك الكوستيم لا مزيان ما عنديش كوستيم انا ما عندناش مع البيض انا راه كنلبس الكلاش الكاميرا ماشي ولكن حنا راك عارف لا لا ردني هاني ولكن عرفتي شنو قبل ما نديرو غندير واحد اللعيبه ايه نطلب منكم حاج ما تخاف والو راه تفضل معك الله يعطيكم واش واحد واش واحد عنده شي خاتم لا هو خاتم خاتم كبير تبارك الله عطيه هذا الصغير عطيه مزيان 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 نديرو فيه واحد القضيه اخشي فهاد الصبيه هذا شي شوف صوت عليه مزيان هو يخرج هذا غتدي لي خاتم هنا مزيان عافاك هكا شدي مزيان زير عليه مزيان 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 كتحسي به مزيان زير عليه مزيان هكا شوف غنطلب منكم دابا نجي فكر في شي رقم يكون بين واحد لتسعود ثلاثه فكري فيه فكري فيه كما نقولوا صافي بين واحد لتسعود فكرتي فيه دابا حسبتي ثلاثه غتقولي لي بصوت مرتفع واحد جوج ثلاثة خمسة واش بغيتي تبدلي؟ لا هاكا انا عندي تليفوني غنطلب منكم تكونسونطرو معايا الوقت اللي كنهضرو فيه دابا 19:09 ياك هادي شحال سبعة وتسعة دقائق غنحاولو نرجعو الوقت بخمسة دقائق شوفو مزيان دابا حنا في الحاضر هادشي علاش برافو عليك الله لا برافو الخاتم كاين ولكن راه كنا في الماضي الحاجه الخاتم عمرو فين هو الخاتم حبيبتي وردي لي امي خاتمي يا راجل اللي شاده سبحان الله سبحان الله العظيم حفظ الله عرفتي علاش بجيبي هنا شوف بجيبي ما عندي والو فيه جيبي عندي هنا واحد حاجه كيقولوا ليها سواتش ما يمكنش وسط الساروت عندي واحد الخاتم سبحان الله تبارك الله عجبتك شنو الخاتم كذا تبارك الله شتي عمو فين مشى الخاتم يعني شحال باش توصل وديرها يعني راه خاصك الوقت كيفاش خاصك الوقت باش دير الخاتم واحد عندي مسعود انا يا بيه تمام يلا سيدي كاين جنيه ها هو خاتم مزيان شوف فيه مزيان اشتو بحال هكا ندير بحال هكا عاودي طلع هاك شكرا واش كاين واش هذاك فين عصراه وهذا هو ما تحسموش دارداركم الناس نشوف الفيديو تاعك تلعب بكارطه وهناك شي يدير شي لعبه ولا ديك شي لعبه فكر لي في شي رقم كيما كان بين 5 ل 10 هاي كارطه
صافي عندك فراس ما تقولوش ليا عندك تقولوا لي انا غناخذ كارطه واحده غنحطها فوق يديك بابا قني يديك هاي كارطه واحده في يديك صافي تقدر تقولوا لي دابا الرقم صوت مرتفع 8 8 واش بغيتي تبدل لا سير تاكد فيها يا بغيتي تبدلو بدلو لا بدل لا بغيت لا لا خلا لا اللي بغيتي ماشي صافي 8 عقلت وحطيت واحد الكارطه فوق يدو قبل ما نبدا اللعبه تخيل معايا تكون 8 ها نشوفها شوف شوف هذه 8 بيك غنشدها وغنحاول نخشها الوسط هاي خشها مزيان حاجه وركي على وركي على شي مهم نخشي لا خليها هي دير هاكا شها هيا عاود طلع مشكلة شوف اخالتي هانتي هاي 8 شها مزيان شفتيها هاي شوف غنحطها الفوق هاي هنا غنقسم كارطه فين هي الكارطه هاي يا هادي عاش الدور غنقسم كارطه بحال هكا خشيه هنا متبعينا غادي نسير هادي خشيه مزيان اخالتي سير هاي فمي اخالتي بديش هادي شتي كارطه اخالتي بحال هكا اش دير باكيه اجا ها ها Let's go. Top. هاكاك اعطيها التليفون اعطي ليك وانا نور بهذا التصويره شو مزيان صافي ها هي كارطه دمسي عليها ياك ايه هنشوف هانتي غنطلب منك تفكري في شي رقم كيما كان شي كارطه فكري في شي كارطه كيما بغيتي صافي اوكي غنحاول ندير واحد اللعيبه معاك انت عبد شوف انا عندنا كاع الكارطات مختلفين صافي شوف كاع الكارطات مختلفين باغي غنطلب منك تشوف لي كارطه صافي هنا غتشوف كارطه وغتعقل عليها شفتي كارطه مزيان هي عقلتي عليها مزيان صافي ما تبدلهاش انت فكرتي في كارطه وانت شفتي كارطه بين كارطات كاملين مختلفين اوكي واش دابا نحسب حتى ثلاثه غتقولوهم جوج الكارطات اللي شفتو اللي فكرتي فيها والكارطه اللي شفتي بين هاد الكارطات كاملين مختلفين واحد جوج ثلاثه دوس دوس قلب هذاك ولكن راه المشكله واخدي لك واحد الصوره قبل ياك انت شوف قرب شويه حط لك عندنا حال اختار اليمين ولا اليسار اليمين اليمين ديالك واعده في الصوره نحاولوا نزوموا شوف مزيان نحاولوا نزوموا مزيان في عينك اليمين صافي غنزوم مزيان غنزيد نزوم غنزيد نزوم غنزيد نزوم هي اللي فكرتي فيها مرحبا الله الله يسكم وبلاش ندير واحد القضية شنو هي الفقرة اللي كتعجبكم في البرنامج شنو هو المغناطيسي يقولوا لها الفقره العجيبه الفقره العجيبه عجيبه هذه هذه ما كرهتيش ديرها لي انا كلشي غيجرب كلشي غيجرب حاجه حاجه بغيتك تشوفي في ديك الكاميرا وتقولي ليهم
نتلاقاو في الفقرة العجيبة. نتلاقاو في الفقرة العجيبة. عاودي عاودي. نتلاقاو في الفقرة العجيبة. واحد جوج ثلاثة خذ واحد النفس كبير كذا معكم نتوما تحسوا براسكم ثقيل بداتكم ثقيل هاك واحد جوج ثلاثة خذ واحد النفس كبير فرقوا صبعكم دابا فرقوا مرخفوا يديكم مزيان هاك احسب حتى ثلاثة دابا كاينين فواحد النوم عميق وكتسمعوا غير الصوت ديالي حيت الصوت ديالي هو اللي عنده الاهتمام واحد جوج ثلاثة غنبغيكم تاخذوا واحد الكويز ذاتي بيديكم اليمنية دابا خذوا بيديكم اليمنية هزوا بشوية بيديكم اليمنية هاكا هز أتاي بيديكم عينكم مسدودة هاكا هزوا أتاي بيديكم اليمنية هاكا هزوا يديكم بيديكم اليمنية ودابا غنبغيكم تشربوا أتاي بشوية عليكم وعينكم مسدودة شربوا أتاي هزوا أتاي شربوا بشوية عليكم شوية عليكم أتاي هاكاك خذوا بشويه اتاي شربوا اتاي واشربوا دابا مزيان شربوا اتاي هاكاك بشويه عليكم عينكم زدوده والحناك ديالكم شربوا اتاي مزيان دابا غير غتحطوا اتاي فوق الطاوله غتحلوا عينكم وغتشوفوا فيا انا بوحدي وغتخنزروا فيا ما غتشوفوا حتى شي واحد ما بقى حتى شي واحد انا كاين غير انا حلوا عينكم شوفوا فيا غتخنزروا فيا غير انا غتخنزروا فيا غير انا غتخنزروا فيا غير انا هاكا غتشوفوا في الراس ديال النور غير انا هاكا دابا غتقلدوني اللي غنديرها غديروها هاكا دابا انا جالس بحالكم واحد ثلاثه غنوقف فتوقفوا هاكا واحد جوج ثلاثه غتخنزروا فيا مزيان هاكا دابا نتوما نحسو كاملين واقفين نحسو كاملين واقفين نحسو كاملين تسميتك صوت مرتفع غزلان سميتك غزلان غزلان مشرفين غزلان نسولك واحد السؤال هاد الناس كتعرفيهم مزيان العائلة غامضة عينك غير تحل عينك غزلان اللي شفتي هنا غتموت عليه بالضحك ولكن غتشوفيني انا غتخنزري شفتي راس شي واحد من العائلة ديالك انا غير شفتي فيه غتموتي بالضحك غتفرشخي غتجيك واحد الضحكة الموت ديال الضحك ولكن غتشوفيني انا غتخنزر ثلاثة جوج واحد حل عينك شوفيا بخير شوفي هذا شوف مرات ناس شوفي هذا شوفي يا ثلاثة جوج واحد ناس كتقيل ناس كتقيل هاكا دابا غنطلب منكم تلصقوا يديك برجليكم في الارض لصقوا رجليكم في الارض مزيان غتزيدي تلصقي رجليك في الارض لصقي جوج 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 رجليك في الارض ولصق جوج رجليك في الارض ولصقي جوج رجليك في الارض لصقوا مزيان في الارض دابا نحسب حتى ثلاثة غيزيدوا لصقوا اكثر فاكثر رجليكم كولين ومسودين في الارض مستحيل تمشاو مستحيل ديروا شي با حيت رجليكم لاصقين ومسودين في الارض كل ما كتحاولوا تمشاو ما تقدروش تمشاو حيت نتوما مكولين ومسودين ومسكوتين في الارض هاكاك تخيبيا غيزيدوا تكولوا مزيان فوق الارض مستحيل تمشاو كل ما كتحاولوا تمشاو كتزيدوا تلصقوا وما يمكنش تمشاو ثلاثه جوج واحد حلوا عينيكم بخيرين مزيان حاولوا تمشاو مستحيل مستحيل غتزيدوا تلصقوا مزيان في الارض مستحيل تمشاو هاكا شو اخوتي هذوك الناس هذا فيهم هذه شاده فيها شويه حاولوا تمشاو مستحيل تمشاو امبوسيبل تمشاو لاصق مسود كولي في الارض هاكا شوفي هنا شوفي هذه ما شاتش فيها بزاف غير فيقه شوف شوفي مزيان شوفي فيها شوفي فيها جاني شوفي شوفي الكاميرا مزيان ثلاثه جوج واحد فيقي هاكا شوفي نتوما لاصقين ومسودين في الارض مستحيل تمشاو هاكا حاولوا تمشاو
مالك يلا تمشى مالكم مالكم كيفاش البلان اجي هضر معاه اجي كتعرفي هادي مزيان واقول لها تمشى على قوة الله اكبر هو اذن العشاء ما يمكنش ثلاثة جوج واحد نعسو كاملين نعسو كاملين نعسو كاملين قربت انت يا عندو معاك انت غير غتحل عينيك غتبغي تمشي تصلي حيت اذن العشاء ولكن ما تقدر حيت انت مكولي ومسودي في النار على قوة الله اكبر حل عينك باغي نمشي تصلي ياك يا وسر تصلي مكولي حلو عليكم شوفي حلو عليكم نتوما شوفي يلا سير تصلي يلا يلا سير تصلي مالك سير تصلي لا جيب لا ثلاثة جوج واحد شوفوا يدي لي من اليسرية دابا شوفوا يدي اليسرية على قوة الله كبار ثلاثة جوج واحد نعسو كاملين على قوة الله أكبر عندو معاك نتاعي خد واحد النفس كبير راسك تقيل ذاتك تقيلة راسك تقيل ذاتك تقيلة نعسو كاملين خوتي نسمعو الأذان يسالي وغندوز واحد الحاجة زوينة أذان سالا خوتي و عندو معاك نتاعي الكرسي ولكن لا تقلق واش عقلت واش قال لي اش قال لي قبيل ثلاثة جوج واحد غير غتحل عينك كتبغي تمشي تصلي غمض عينك غير غتحل عينك كتبغي تمشي تصلي ولكن انت لاصق كولي ومسودي في الباب حل عينك سير تصلي واش راه هو كيفاش مال مال لا ما كسيتش لا دفعي يلا حاول دفعي يلا دفعي هاي طحا يلا حاول تمشى مثل هو ما نزال فيه هو بات شارع صلو عمار دابا الجامع صافي ثلاثة جوج واحد انت ناعس دابا غتنعس وانت دابا راك صايم مازال ما أدى المغرب غير غتحل عينك غتشوف بان مازال ما أدى المغرب ثلاثة جوج واحد وحنا باقيين صايمين ثلاثة جوج واحد تحل عينك أدى المغرب ولا مازال ها؟ مازال اوكي مازال بعد المغرب واخا غمض عينيك ها؟ سكر ما كيشربش سكر ما يكرهش السكر التمر عادي عطيت تمر اوكي طب انا اخذت التمر هنا وقلت ديابيتيك المهم دابا غنشوف نسول اخر سؤال بحال عينيك قد المغرب ولا مازال؟ مازال واخا غمض عليك دابا ما تبقى تسمع والو خوتي راه حتى المغرب فطرنا كلشي و تحل عينيك حتى المغرب ولا مازال اوكي غمض عينيك غير غتحل عينيك غنعطيك واحد التمره غتاكلها بلا ما تفكر ثلاثة جوج واحد حل عينيك خد هاد التمره هادي هزها كل كل مع راساتك بزر 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 كل 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 حل عينيك انت صايم بزر بعد المغرب فطرتينا صاحبي وهي الله يهديك خوتي كتشوفوا دابا فيه الضحك ياك ولكن راه حيت عارفه شنو واقع وميم طوم يقدرش يرد ولكن عند المغرب ولا مازال 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 وعلاش فطرتي ما عرفتش فطرتي خوتي انا غنفيقوا دابا دابا حيت بزاف الناس غيقولوا في الفيديو حيت كيشوفوا ردات فعليا كيبان كيضحك شويه ولكن راه ما عارفش اش كيدير وميم طوم كيسمعنا انا غنفيقوا دابا وشوف ردات فعل ديالو ثلاثه جوج واحد لقيت الجبهه ديالك كتفيق جاوبنا يا شريف الله يجازيك بخير
أدى المغرب ولا مازال؟ أدى هكا. واش هادشي اللي درتي دابا مثلتي معايا فيه؟ لا حلف بالله قدام ديك والله ما مثلت والله حلف بالله حلف برب الكعبة برب الكعبة ما مثلتي معايا مثلت معاك نعس والله لا بنا خوجي والله ما أترى ما كاينش تمثيل ها أنتم شوف غادي تحل عينك مازال ما أدى المغرب حل عين؟ أدى المغرب مازال مازال واخا ثلاثة خوتي غنفيقوا بغيتي تسلي ترى ثلاثة جوج واحد نسولك دابا أدى المغرب ولا مازال؟ أدى المغرب أدى مازال ما أدى المغرب أدى المغرب ولا مازال؟ مازال هاكا بكيت على ناسي بالخيمين شكون هذا الوالد ديالك؟ بابا الله يخلي عليك حتى الله العمانة بنت هذه بنت ولدها بنت واش كاين؟ اسميتو؟ بنخي سي بنخي واش حد المغرب ولا مازال مازال؟ سي بنخي او سي بنخي ثلاثة جوج واحد جا كاين في واحد النوم عميق شوف بنتك هان عينك وشوف فيها هاك شاب مزيان غير بنتك غتوقف غير غتوقف بنتك غتفيق وغتفكر كاع هادشي اللي وقع وغتكون فرحان براسك حيت حنا كاملين فرحانين بيك شوفوا وجهو مزيان شوفوا وجه اخوتي شوفوا وجهو بغيتكم تشوفوا وجهو مزيان ديال الخير غير غير بنتك غتوقف غادي تفكر هادشي كامل اللي وقع وغادي تمشي تصلي التراويح من خليك تمشي تصلي التراويح ما تديش نوبك اخويا يقول انا جمعت من التراويح ثلاثة جوج واحد وقفي وقت ما تجي صافي 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 لا حول ولا قوه الا بالله 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 لا حول بعد ما ما كانش كيامن بهادشي فطرنا رمضان يا ربي تسمح لينا ما خليناش نمشي نصلي العشاء ولكن الواعر سمع ليا بخير مزيان ثلاث جوج واحد الناس كامل ثلاثة جوج واحد اخي حنا مزيان ثلاثة جوج واحد شوفي مزيان ناس كامل بخير اش قلتي بلاش فهمتي وناسي كامل بخير مزيان وناسي كامل راه المشكل راه كتنعس وانت كتضحك راه ماشي كتسمع اش واقع ولكن ما تقدرش تفيق ها نتوما راه كتضحك ولكن ما تقدرش تفيق حيت كلشي كيقول لك في الكومنتات كتنعس كتنعس وضحك ها هي ناس هو هي كتضحك وقولها تنوض والله لا ناضج والله لا ناضج نعسو كاملين في واحد النوم عميق كتنعسو كاملين راسكم تقيل داتكم تقيلة مزيان هاكا الحاجة بخير مزيان اختار لي شي واحد باش بعام عام بغيتيني نبدا نبدا بسيفتين سيفتين اش نردو ردو عدو فلوس ردو غني شابة مال يلا شوفي مزيان غتحل عينيك سي الدين غنعطيك واحد الكارطه هاد الكارطه هادي اللي غنعطيها لك هاد الكارطه هادي تشيكي ديال مليار ديال الدرهم نتوما حتى اليوم ملياردير غنعطيك فيك ديك المليه خدها مزيان غير غتحل عينك كتشوف هاد التشيكي غتصدم غتخوت غتنقص وغتقول انك انت ملياردير ثلاثة جوج حل عينك شنو هذاك الوالدين فين هو الوالد هو هذاك الوالده هي الوالده هكا
شحال تما في يدك؟ 10 د المنيا. هاك واش متاكد؟ 10 د المنيا وانت لاصق في الارض ما يمكنش تحرك. خوتي غنفيقوا الوليده ديالو وحاجه ثلاثه غير تحل عينيك كتشوفي ولدك غتفرجي اش واقع دابا غنحاول نفيقها باش تشوف ولدها مزيان. ثلاثه جوج حنا قيش بها ديالك ما بقيتيش تحت نوال. حل عينيك شوفي ولدك دوما دوما سولي اش عنده في يده سامي نفقها الوليده نوس على الشيك تربي نطرحوا بعدا فافتوكم الحج ما شاء الله نجيب المستقبل وانا تقدر تعطيني شويه وانا اللي اخترتك كيف نعطيك عشية المعركة تعطيك شو القوة السيدة هذه؟ لا هذيك مميلة شحال تعطيها؟ نعطيها تولوت تولوت 3-2-1 غمض عينك غير تحل عينك دابا ما غتعطيك حتى شي واحد درهم شوف مزيان شوف ردة فعل ديال ولدك دابا ما غتعطيك حتى شي واحد شي درهم حيت انت قرزاز وقرزاز ديال بصح 3-2-1 حل عينك شحال عندك في عشرة المنيا دوم على الوالدة ديالك يا وليدي غتعطيني شي وليدي انت كتقول لي ما تقمرش وانا لا تقمرش قمرتيك واش تقول لي ما تقمرش وحرام دابا البيبي لا وليدي واخا هكاك انا راه خاصك تعاوني ما عندك اللي بغيت نعطيك ولكن راه ما تشوف الدواعي يا ماما والله ماشي مشكل انا مسامحك واخا قمرت غير عطيني 3-2-1 جلس حدا الوالدة جاك ديك ولا من الارض مستحيل درت لك من الارض دابا جلس حدا الوالدة ديالك نسق مزيان فوق السداري نسق رجليك نسق مزيان فوق السداري هاك هانتي خالتي شوف ولدك دابا انت فيقتك ياك وكتبان لي ما فيقاش 100% 3-2-1 شوفي انت احسن حتى 3 غتفيقي دابا ما بقيتيش تحت التنويم غتفكري كاع هادشي اللي وقع تكوني فرحانه براسك مزيان راه ما كانتش فايقه قبيله واقيله كانت كتجيب مع ولدها لاعسه ياك لحتي دابا شوف عاد شوفي دابا شوفي ولدك 3-2-1 انت ملياردير وقرزاز ما تعطي حتى شي واحد شي درهم حل عينك شحال تما عندك 10 د المليار دوما يا وليدي غتسعفني تنسات تهلا فيا صوت مرتفع ما يمكنش هاد الوالده حلو انا شي ندير بهم شي مشروع ونقدر نعطي لي الساعه كل فلوسهم حنايا مع هادشي حرام شحال تعطيها تبارك دغيا نسيتي دغيا نكرتيني ربيتك وكلتك وشربتك خوتي غنفيق هادو باش يتفرجوا 3-2-1 فيقوا قربوا عليك قربوا عليك لا لا ما تفيقش عيب على هدايا فيقي تفرجي هدايا تفرجي قربوا شويه قربوا دابا سيفتين ياك سيفتين رديتو ملياردير عنده الفلوس غنشوفوا دابا ردة فعل ديالو صافي هل عندك 10 مليار وما تعطي حتى شي واحد شي دابا هضري معاه شي كترزيق غتعاوني بيه ما تعصب دابا نقول لها ما عطيك حتى حاجه الوالده الله يرحمها علاش يا وليدي حرام غتزيد تعصب الوالده راه حرام هاد الفلوس واش انت الحرام غتعطيني غتزيد تعصب تيكون حلال يكون حلال وحلى انا وليدي ياك كنتي غتعطيهم ليا ماشي شو اختك باش تعاونها شوف هاد السيده هادي انت ما انت الراجل واش داك ثلاثة المليار تعطيني ياك نقول لك شحال بغيت 9 د المليار تقول فرمي ولكن ماشي مشكل حلف بالله الله يهدينا نعطيها لك ماشي مشكل تعطيني 10 د المليار بغيت نعطي باقي الوالدة وجدة مسح غمض عينك دابا غناخذ التيكي ديال اللوطو غتعصب عليا غتبغي تضربني غتخاصم عليا تقدر كاع تسبني ولكن انت لاصق فوق السداري ما تقدرش تموت حل عينك شوف
غتعصب ما كنضحكش معاك لا ما عطيتش والله ما كنضحك دابا والله حكينا شويه قبيله والله ما عطيتش ما عطيتش ما عطيني ما عطيتش انا جاي ندوي معاك اصاحبي ما عطيتش غادي تعصب دابا ما غنضحكش كاع حنا كما يضحكوش ودابا جاي ندوي ما عطيكش ودابا تقرب ودابا تقرب انا حداك والله انا حداك انت شي تيكي ديالك هاو يا وليدي هاو غير غتحل عينك غتزيد تعصب حل عينك مكوفر بحال هكا غتكوفر وغتحل عينك وانت معصب عليا حل عينك اش داكشي اش داكشي اش داكشي انت مكوفر ديال بصح اش داكشي اش داكشي دابا خاص شي حاجه يلاه نحتاج يلاه بنوض راه ما ضحك يلاه نطيحو الدز الله على وليدي مسكين مبروكه اش داكشي والله ماشي قطعتي دابا انت راس قول كين ما تبقاش نكوف اش داكشي عرفتي كيفاش غتسدو ماشي مليتين غتحم عليه بحال هكا باش ما يتلحش عليا صافي وجد راسك تلاح عليه مزيان لا لا ثلاثة جوج واحد غتطلق دابا اش داكشي يا ودي يا ودي قال لي غيقد عليه الجبهة ديالك غاتجي حدا الوالدة ديالك ستوب اوقف بحال هكاك غير غتجلس دابا غتفكر هادشي كامل وغتكون فرحان براسك حيت حنا كاملين فرحانين بك دور شوف جهة الكاميرا دابا شوف جهة الكاميرا ودابا غير غتجلس غتفيق ما بقيتيش تحت التنويم غتفكر كاع هادشي اللي درتي غتكون فرحان براسك حيت حنا كاملين فرحانين بك جلس دابا شوف غير قيس الارض غتفكر هادشي كامل اللي درتي غتكون فرحان براسك حيت حنا كاملين فرحانين بك شوف العكاز مزيان خلاص هنا قويتك واحد الطلبه ليا راه كاين هو باغي نحلموا بها شي شويه باش عقلتي كيزرشي ليا ديالو
انا ما مرات ما خاصك يدرك راسك قبيله كثير ديال الركاب عبد الرحيم قال لكم خاصك يدرك راسو دابا انا غادي نبوستيكم البوست شنو هو غادي نعطيكم شويه ديال القوه باش فاش نمشي انا تكونوا صحاح وتحسوا براسكم مرتاحين غنطلب منكم تجمعوا بين يديكم اليمنى بحال غتبوكسيو بحال غديروا البوكس وغتجمعوا بين يديكم اليمنى واليسريه كاع داك ستريس كاع ديك لا فاتيك كاع داك العيا كاع الاشياء السلبيه الاشياء الخايبه اللي عشتوها منين تزاديتو حتى اليوم بغيتكم تزيرو مزيان تكرزو كلشي كاع داك العيا ديالكم زيرو بين يد اليمنى ويد اليسرية وبغيتكم تجربو بنفكم كاع الاشياء الايجابية والاشياء الزوينة والاشياء الايجابية والاشياء الزوينة اللي غتعيشو في حياتكم كاملها وغتفكرو بان سوسام جا عندكم الدار ودوزتو مع واحد الفقرة ديال فطور مع ولاد بلادي زوينة بزاف ونتوما فرحانين براسكم وحنا مغاربة وفرحانين ومعتزين بان حنا مغاربة وغتجربو بنفكم كان الاشياء الايجابيه وغتزيرو بيديكم لمليون اسرائيل الاشياء السلبيه ودابا غنحسب حتى ل 10 كلما كتسمعوا رقم اكثر فاكثر كتزيرو عاوتاني الاشياء السلبيه وكتجربوا بنفسكم الاشياء الايجابيه 1 2 3 غير غتسمعوا رقم 10 غتبغيكم تلوحوا كاع داكشي اللي بين يديكم اليسرى واليمنى وتخوفوا منكم كاع داكشي الخايب تلوحوا وجهي تشرجموا لجهه الباب بلاصه البعيده عليكم وغترجعوا للواقع وتحسوا براسكم مرتاحين وفرحانين وفايقين مزيان والضحكه في وجوهكم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كتحسوا براسكم دابا الو ها كتحسوا براسك بخير كتحسوا براسك ها مزيان والله حتى دوز واحد الحلقه زوينه اخوتي في الدور الاولاد ديالي في بيت ورزازات عند خويا بدر مرحبا ان شاء الله بدر بغيت نقول لك واحد الحاجه واحد هذا العام ان شاء الله يدير واحد المبادره باذن الله عرفت عند 15 عائله في المغرب نتوما عائله رقم شحال 12 لا 13 باقي لنا جوج عائلات 13 ديال العائله رقم 13 باقي جوج عائلات ان شاء الله غنفطر عندهم المهم هذا العام غنربح عمره العائله وشخص من العائله اللي غطيح فيها القرعه يعني بار اكزومبل انا طحت القرعه في مدينه ورزازات واحد غيتختار بعضياتكم غيمشي معايا كلشي مخلص الطياره الماكله كلشي خمس ايام في المدينه وخمس ايام في مكه مشاو طوال ورجعوا عامرين حسنات بادر انت اللي عارض عليا عطيني اسم شي واحد هنا يمشي معايا الله اكبر الا طحت القرعه الا طحت القرعه هي تقول لكم شكون الوالده الوالده هي تقول اسم هي الوالده اوكي اسم الحاجه فوزيه ان شاء الله باذن الله طاحت العمره فرزات فوزيه تمشي معها ان شاء الله والله الا واحد الحلقه واعره شكرا على الاستضافه هي خلاص ولا الوالد ان شاء الله شكرا على الاستضافه شكرا لك انت بغيتك تشوف ديك الكاميرا راه انت هي الركيزه ياك ولا نقولوا نتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله اشنو بالك في حفله جات العشره؟ اه قلت ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.